لا ما اشرب اسمح اشرب. هيك. طب اسمع، اسمعي طب اشرب اذا ونامي. يبدل حاجة بنص نامي كيلو ركزي قاعدة. يلا. اسمع صوت الباب بحكي. نامي. مسكب ومدبس ويكسر ودي جدا. تحت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على بسام الدين. في البداية السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم؟ وعليكم السلام يا مس، الحمد لله بخير. وعليكم دوم يا رب. السلام. يا ريت الأخت اللي بدها بنتها تنام وإلا هتذبحها ذبح، خليها تلعب مش مشكلة، بس ما تذبحيهاش حرام يعني، ولا ناوية تفطري عليها؟ بشويش يعني، مش هيك تتعامل مع الأطفال، شوية شوية. اليوم إن شاء الله حنكمل ما بعد ما بدأنا المحاضرة الماضية عن Quality Management أو Project Quality Management اللي هي إدارة الجودة الشاملة. حنكون مع الأخت ليليان. تعرفنا المحاضرة الماضية مع الأخت هنادي ما هي جودة المشروع، عملياته، التخطيط والتنفيذ والتوكيد والمراقبة. أخذنا ليش مهم نعرف إدارة الجودة. ماشي، لحظة شوي. ماشي، توقفنا عند التخطيط للجودة. تفضلي ليا، افتحنا الكاميرا يا بلا. حاضر يا مس. تمام، اهلا وسهلا، منوره، كيف حالك؟ اهلا فيك. تسلمي، الحمد لله بخير. عرفينا بنفسك لو سمحتي. تمام، انا اسمي ليليان نادر احمد صالحه، بدرس سنه ثالثه اداره اعمال. ابلش؟ تفضلي. تمام، اول شيء بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. كيف حالكم يا بنات؟ كيف رمضان معكم؟ الحمد لله. كيفك دعاء؟ صوتك مميز. تمام. في المحاضرة الماضية أخذنا ما هي، سؤال، ما هي مكونات أو عمليات الكواليتي مانجمنت؟ حد حابب يشارك ويقولنا إياهم ثلاثة؟ ما هي مكونات إدارة الجودة؟ 3 حاجات سهلين. أجاوب يا ميس؟ تفضلي يا ميس. تفضلي. تخطيط للجودة وتنفيذ توكيد الجودة وتنفيذ مراقبة الجودة. تمام، هدول الـ3 عمليات رح ناخذهم بالتفصيل طول الفصل. أول إشي بنبلش بالتخطيط للجودة. ما المقصود بتخطيط الجودة؟ حد حابب يقرأ لنا لو سمحتوا؟ تعريف بس. إذا ما أقرأ المقصود، أنا؟ يا ريت يا أخوات بدي أجاوب ترفع إيدها لو تفضلي. المشكلة أنا ما بعرفش مين بيرفع إيده. منار، منار. ماشي، تفضلي منار. تفضلي. بس سجل رفع إيدها، تفضلي منار. التخطيط للجودة هي عملية تحديد متطلبات أو معايير الجودة الخاصة بالمشاريع والمنتجات وتوثيق الطريقة التي سيتم بها إظهار التزام المشروع بذلك. تمام، يعني بمعنى إنه عملية وضع معايير الجودة اللي بناء عليها رح نشتغل ورح نقيس أدائنا، هل التزمنا في هذه المعايير أو لا، وطبعاً توثيق الطريقة يجب كتابتها لأنه مع الوقت رح ننسى. ممتاز. تفضلي اقرأي هاي الدائرة. لحظة يا عندي لحظة. ما المقصود بتخطيط الجودة؟ هي إنشاء خطة خاصة بالجودة ومعاييرها ومواصفاتها وتكون مكتوبة كدليل للاسترشاد. إذا لازم نكتبها، بنسميها جايد لاين، يعني زي إيش؟ زي دليل استرشادي لحتى لتطبيق المعايير، يعني نمشي حسب الدليل تبعنا. واضح؟ هي دليل أو طريق، نفس الشيء. اتفضلي. المعايير عندنا نوعين، معايير ملموسة وغير ملموسة. المعايير الملموسة كالالتزام بالمواعيد سواء للمدراء أو العاملين،
المعايير الغير ملموسة زي تحقيق رضا العميل. ممتاز. أنا أو تحقيق رضا العمال. كثيرة طبعاً، كل حاجة عايزة معيار. مثلاً فريق العمل، هل هو ملتزم بالعمل ولا لا؟ الجودة بتاعته قديش؟ اللي هي الكفاءة، هذه لها معايير معينة، اللي هي بنسميها مؤشرات الأداء. بنسميها إيش؟ مؤشرات الأداء. مثلا الآن لما عملوا مشروع البحر، ما هو الإسفلت له مواصفات معينة، مكونات معينة. الرصيف نفس الشيء. أنا على فكرة دورت لكم على مقطع فيديو تبع العمادي بس لقيته محذوف، لأنه أيامها كانت قضية ضايعة، توقعت يكون محذوف. فكل حاجة لها إيش؟ لها مواصفات. مثلا عندنا مركز حاسوب، بدنا نشتري أجهزة حاسوب، مش أي حاسوب حنجيب، مش أي لابتوب في السوق بدي أجيبه، لا، له مواصفات معينة. هذه كلها بنسميها إيش؟ الجودة، التخطيط للجودة. إيش المعايير اللي بناء عليها إحنا بدنا نشتغل؟ تفضلي. تمام منار، ممكن تكملي قراءة؟ تفضلي منار. تمام. ينبغي تنفيذ تخطيط الجودة بالتوازي مع باقي عمليات التخطيط في المشروع. فمثلا قد تستلزم التغيرات المقترح إدخالها على المنتج للتوافق مع معايير الجودة المحددة، إدخال تعديلات على التكلفة أو الجدول الزمني، بالإضافة إلى تحليل تفصيلي لخطر التأثير على الخطط. تعتبر أساليب تخطيط الجودة التي تمت مناقشتها هنا هي الأساليب الأكثر استخداماً في المشروعات. تمام، شكراً. يعني بمعنى أنه يجب أن يكون هناك تخطيط الجودة كما هو موجود للوقت والتكلفة وفريق العمل والنطاق، يعني زيها زي غيرها. تمام. لازم تكون التخطيط تمتاز بالمرونة، لأنه ممكن بأي وقت أغيرها. هاي المعايير مثلاً ما بتزبط مع الوقت، لازم أغيرها وأعدلها. يجب أن تمتاز بالمرونة. أوكي. إذا أي خطة حتى تنجح لازم تكون عندها إيش؟ تكون عندها مرونة في العمل. أوكي. طبعاً إذا غيرنا في النطاق أو في التكلفة أو في الزمن، اللي هم القيود الثلاثة المثلث اللي أخذناه أول مساق، شيء طبيعي إنه الجودة بتتغير. إيش تغير معه؟ أوكي. سؤال، ما هي مدخلات تخطيط الجودة؟ أذكري فقط مدخلات تخطيط الجودة، لأنها شرحت هذه كلها قبل هيك. ذكر فقط، ما في شرح؟ أنت شرحاه؟ أنت محضرة لآخر الفصل ولا بس هدول؟ لا، حد التخطيط كله، أدواته مختلفة. ممتاز. بنروح أدواته. أذكري فقط مدخلات إدارة الجودة، لأنه أخوات اللي حنشوفه الآن كله ما بعنا قبل هيك. ماشي. شو ما بعد ما هي مدخلات؟ مين حابة تقرأ؟ تمام. مين رافع إيده؟ سجى نشوان، يلا تفضل يا سجى. مدخلات تخطيط الجودة. واحد، خط أساس النطاق. بيان النطاق يشتمل بيان النطاق على وصف المشروع ونواتج المشروع الكبرى ومعايير القبول. تشتمل نطاق المشروع في الغالب على تفاصيل القضايا الفنية وباقي الجوانب التي قد تؤثر في تخطيط الجودة. قد تؤدي تحديد معايير القبول إلى رفع أو خفض نطاقات. سجى، ديك فقط معناها العناوين الرئيسية، يعني مش التفصيل. لأن أول شيء أساس النطاق. أول واحد خط أساس النطاق. ثاني شيء سجل أصحاب المصالح. خط أساس أداء التكلفة. النطاق بيشمل بيان النطاق، هيكل تجزئة العمل WBS، وقاموس هيكل تجزئة العمل. طيب، اثنين. سجل أصحاب المصالح. أصحاب المصالح. ثلاثة خط أساس أداء التكلفة. خط أساس الجدول الزمني، وسجل المخاطر. سجل المخاطر أيضا. خلص. لا ما خلصوش. ضل اثنين. عشان أنا العوامل البيئية المؤثرة في المشروع. أيوة. سبعة. أصول. العملية التنظيمية. ممتاز. شكراً عندك، خلص. ديك فقط يا أنت، ليش لازم نشرحه قبل هيك؟ قبل ما نعبر فيه الأدوات، بس نكتب هنا إنه سلايد. هما هذول الذكر فقط، اللي هما السبع إيش؟ عناصر. السبع عناصر. تفضلي عليهم يا أستاذة ليليان.
خط أساس النطاق واحد بتتفرع على عدة مكونات: بيان النطاق، هيكل تجزئة العمل WBS، وقاموس هيكل تجزئة العمل. صحيح. اثنين: سجل أصحاب المصالح، خط أساس أداء التكلفة، خط أساس الجدول الزمني، سجل المخاطر، العوامل البيئية، أصول العملية التنظيمية، يعني العوامل الداخلية داخل الشركة. اللي هي السياسات وشغلات هذه. عندنا الأدوات أربعة المؤثرة على المشروع ونشرحها. صحيح. شو مع بعض أدوات؟ هو سلايد 10. تفضلي. تمام. أول إشي تحليل التكلفة والمنفعة. قد تشتمل المنافع الأساسية الناتجة عن الإيفاء بمتطلبات الجودة على نسبة أقل من إعادة تنفيذ العملية وقدر أكبر من الإنتاجية وتكاليف أقل ورضا متزايد لدى أصحاب المصالح. يعني هان بمعنى أنه نشوف أداء التكلفة والمنفعة مقارنة التكلفة بالفائدة أو بالمنفعة. يعني إذا كانت المنافع أكبر من التكاليف، يعني أنا عند الوضع تمام والجودة تمام، أما إذا كانت المنافع أقل من التكاليف الوضع سيء، أنا لازم أعيد الشغل من تاني وأحط معايير من أول وجديد. إذن هي التكلفة والمنفعة، الفائدة مقابل إيش؟ التكلفة. هذه أخوات بصها في عدة أمور، شو مع بعض؟ أول شيء تكون التكلفة أقل من العائد. مش معقول يعني يكون التكلفة أقل من العائد، وش استفدنا؟ ماشي، خلص شرح لي إياه ولسه؟ تفضل. إذن أول شيء التكلفة أقل من العائد. ثاني حاجة رضا أصحاب المصالح مرتفع، هذه منفعة. أوكي، إذن رضا أصحاب المصالح مرتفع. أيضا زيادة الإنتاجية، لازم الجودة تعمل على هيك. أيضا زيادة رضا العاملين اللي هم برضو العاملين من أصحاب المصالح. ماشي. البند الخامس يتم مقارنة تكلفة كل نشاط بالمنافع القادمة منه. بنقارن تكلفة كل نشاط بالمنافع القادمة منه. أوكي؟ طيب أعيد، لأن هذا التحليل تبع إيش الفائدة مع التكلفة، بسيط. هل تكلفنا هيجيب علينا فوائد كثيرة ولا منخفضة؟ رقم اثنين الكوست كواليتي، تكلفة الجودة. تمام. هنادي صبرا، ممكن تقرأي إذا موجودة. كيو. ممكن يجي سؤال ما المقصود بـ COQ؟ خذي بالك، cost of quality هذا مصطلح. يلا يا هنادي، قالوا هنادي تجاوب، تفضلي هنادي. هي تكلفة الجودة تشتمل تكلفة الجودة على جميع التكاليف التي يتم بذلها على مدار حياة المنتج عن طريق الاستثمار في منع عدم التوافق مع المتطلبات وتسليم المنتج أو الخدمة من أجل التوافق مع المتطلبات والفشل في الإيفاء بالمتطلبات، إن هي إعادة ترتيب العمل. غالباً ما يتم تفصيل تكاليف الإخفاق إلى تكاليف داخلية، يقوم المشروع بكشفها وتعرف تكاليف الإخفاق بتكلفة الجودة الضعيفة. تمام، شكرا. يعني بمعنى انه كم ممكن ندفع تكاليف في حال انحرفنا عن المعايير اللي تم تخطيطها اللي احنا حطينا لها في مرحلة التخطيط. والتكاليف نوعين، تكاليف داخلية وتكاليف خارجية. التكاليف الداخلية بتيجي من الإخفاق والفشل، يعني بيؤدي الى فشل المشروع. اما التكاليف الخارجية بستنتجها من العميل او من الفئة المستهدفة، هو بيكتشفها. ممتاز. عندنا نوع التكاليف، تكاليف الإخفاق يعني هي الفشل، واضح؟ تكاليف الإخفاق اللي هي تكاليف الفشل، وعندنا كمان تكاليف خارجية قادمة من خارج المؤسسة. أوكي، وفي عندنا كمان تكاليف
الالتزام بمعايير الجودة. طبعا احنا كل ما التزمنا كل ما كان ايش افضل بالنسبة لنا. اذا هذه اللي هي تكاليف الجودة، هذه انواع تكاليف الجودة. طبعا هنا ظهر امامك، حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ معلش عنده سؤال؟ ما أعطينا أمثلة للتكاليف هيها، مالية، تكاليف غير مالية، تكاليف غير مباشرة عفوا، تكاليف مالية مباشرة وتكاليف غير مباشرة. علي أنا؟ لا السؤال أجيب أمثلة يعني؟ ما أنتوا بتسألوا شو بدي أسأل أنا، إحنا بدناش نكتب وخلص. تمام، التكاليف الخارجية ممكن تكون إنه من الظروف الطبيعية. هذه هذه مالية مباشرة وغير مباشرة. زي كيف؟ لا ما أنا بسألكم، ما أنتم ما سألتوش فوقعتوا في الفخ. لو سألتوا كان قلت هم مهتمين. وين راح الشغل؟ تفضلي. لا أنا كنت حسأل عن تكاليف الالتزام بمعايير الجودة. ممكن تكون مثلا، ممكن تكون تكلفة الجودة إنه تكون بشكل مباشر، يعني زي لما كنا نصنف المواد مباشرة وأجور غير مباشرة، تكون أشياء بشكل مباشر ما فيش فيها إنه نتغلب لنوصل للمكان. أوكي أيضا ممكن زي هيك. ماشي عندي أيضا الغير الغير مباشرة إنها بتغلب، يعني مش بشكل مباشر إنك تكاليف نعمل عدة أشياء لنوصل للإشي هذا. أوكي مين هذا نحب يحق؟ شكرا يا أنتي. مين جاوب؟ مين جاوب؟ معدش الأخت جاوبت. مين؟ ميار. عنا يا أخوات مين حاب يجاوب كمان لما جاوب أنا؟ تكاليف المالية المباشرة هي اللي بكون إيش فلوس. مثلاً إحنا وضعنا معايير لشراء حواسيب بتكلفة معينة، فهنا هذه من تكاليف الجودة. طب ليش يعني جايبين الجهاز ب 700 دولار كثير غالي؟ ما هو مواصفاته عالية. مواصفاته إيش عالية؟ ليش سميناها مالية مباشرة؟ لأنه بعبر عنها بمال، مؤشرة فلوس يعني، ليش هندفع؟ تكاليف غير مباشرة، الآن الموظفين عشان مثلاً يكونوا بيشتغلوا في حاجة اسمها سلامة العمل، فرحنا جبنا لهم ملابس وقائية مثلاً، لو هم بتعرضوا لسخونة معينة أو أشعة أو إشي، فجبنا لهم لبس معين، فهذه بنسميها إيش؟ معناها تكاليف غير إيش؟ تكاليف غير مباشرة. طبعا جميع هذه التكاليف تدفع خلال دورة حياة المشروع، خلال دورة حياة ايش المشروع. ايش كان السؤال؟ التكاليف الالتزام بمعايير الجودة، نفس الشرح اللي قبل شوي، انه احنا ما جبناش اي اجهزة، ما جبناش اي اتات، جبنا حسب ايش؟ حسب المواصفات المحطوطة لنا، فعشان التزمنا حندفع ايش؟ حندفع التكاليف. لو ما التزمناش حندفع تكاليف عدم الالتزام، زي ما قلنا إجا العمادي حط إيده ولقى البلاط مش هو المطلوب، فراحوا دفعوا تكاليف تانية شالوا من أول وجديد. هذا المقصود بتكلفة الجودة. واضحة ولا نعيدها؟ أعيدها تاني؟ تمام. أوكي رقم ثلاثة. براءة الرقابة. ممكن حد يقرأ لو سمحتوا؟ تفضلي يا حنين. حنين. ثلاثة، يتم استخدام خرائط الرقابة لتحديد ما إذا كانت إحدى العمليات تتسم أو لا تتسم بالاستقرار، أو إذا كان من الممكن أو غير الممكن التنبؤ بأدائها. تتوقف حدود المواصفات العليا والمنخفضة على مقتضيات التعاقد، وهي تعكس الحد الأقصى والأدنى من القيم المسموح بها. قد تكون هناك عقوبات متعلقة بزيادة حدود المواصفات، يتم ضبط حدود التحكم العلوية والسفلية بواسطة مدير المشروع وأصحاب المصالح المناسبين لتوضيح النقاط التي يتم
التي سيتم عندها اتخاذ إجراء تصحيحي لمنع زيادة حدود المواصفات. عادة ما تصل حدود التحكم في العمليات التكرارية إلى النظر إلى إحدى العمليات بأنها خارج نطاق السيطرة عندما تتجاوز إحدى نقاط البيانات أحد حدود التحكم أو عند ظهور 7 نقاط متتالية فوق أو تحت المتوسط. تمام، شكرا. بمعنى أنه تحديد حد أقصى وأدنى للعمل ممكن أتجاوزهم، ولو صار وتجاوزت هاي الحدود لهم عقوبات، يعني بتكون من إلى، النشاط بيكون لمدة معينة من إلى. وفي رسمة مثال على خرائط الرقابة. أيوة، في عنا الشكل هو اللي حيوضح الكلام. 12. هاي الشكل هذا. ممكن طيب. الشكل هذا وقولنا متى ممكن يجيك على مدر، على فكرة الشكل مرسوم وجاهز، وقولك فسري الكلام. نشوف مع بعض. يا ريت تسجلوا على نفس السلايد لأن أنا مش حابة آخذ كل كلمة وأروح فيها على الوورد. تفضلي. تمام. defects found اللي على اليسار هذه حدود الانحراف. inspection number هذا عدد الفحوصات. واحدة واحدة يا أنتي. ماشي. تمام. defects found حدود الانحراف. هنا الانحراف. inspection number عدد الفحوصات. صحيح. هاي عدد الفحوصات inspection number. اوكي، اللي هي هل هاي النقطة عملنا مراقبة، يعني كم مرة زرناكم في المراقبة. إذا هذه الانحرافات اكتبيها لو سمحت، وهذه الفحوصات. طيب، في عنا هذا المربع، شايفاه؟ هذا المربع في شرطات معينة وفي خطوط متواصلة، هي هنا، هي نفسها هنا. ماشي؟ نشوف عن ايش بتعبر. تفضلي يا أبلة. اوفر سبيفيكيشن ليميت، هاي الحد الأقصى لإنجاز العمل. ممتاز. الحد الأقصى لإنجاز العمل. Over control limit، الحد التحكم. ماشي، واحدة واحدة. هذا الخط شايفة الشرطات هذه، في شرطات قصيرة شوية، شرطات صغيرة على الآخر هيها نقط، وشرطات طويلة. ماشي، الشرطات القصيرة هذه يا اكتبي جنبها لو سمحتي الحد الأقصى للحدود أو للإنجاز، يعني أقصى حاجة ممكنة. الحد الأقصى. اثنين. Over control limit، حدود التحكم للعمل. حدود التحكم أو حدود الرقابة، برضو القصوى. Over معناها أقصى حاجة. ماشي؟ طيب، بعدين الخط المستقيم هذا. الخط هذا المتواصل، هذا الهدف. أو العمل المنجز. الخط الأسود، لا، الخط الأسود هذا الهدف. ماشي، الخط الأسود هذا المستقيم تحت الهدف. الخط اللي طالع منه نقاط هذا الإنجاز، أكشوال هذا الإنجاز الفعلي. أكشوال. إذا هذا الخط الأسود مستقيم، هذا الهدف تبعنا. طب هذا مين اللي طالع ونازل؟ زي ما قلنا تدبدب، هذا هو الإنجاز الفعلي. طيب، ضلوا من اثنين. العمل. شوية. النقاط. Lower control limit، حد الرقابة للحد الأدنى. الحد الأدنى للرقابة أو للسيطرة. ماشي، تفضلي. lower specification limit، شرطات lower شوية limit. هاي الحد الأدنى للعمل، لإنجاز العمل. أدنى حد لإيش؟ للإنجاز. يعني أنا لو وصلت هنا في المنطقة هذه بكون دخلت منطقة الخطأ. ماشي، ولو وصلت هنا بكون عندنا الوضع أوفر بزيادة، يعني في سواء وصلنا هنا أو هنا في خلل على فكرة. الآن إيش اللي صار؟ طيب، هنا شرحنا حين تاني، شرحنا الرسمة. طب ممكن نشرح إيش اللي صاير عندنا في هذه الحالة؟ تمام، في هان العمل الإنجاز الفعلي في نقطتين وثلاثة انحرفوا فقط عن تجاوز الحد الأقصى، يعني صاروا أوفر بزيادة العمل، تخطوا مرحلة الهدف اللي هو الخط المستقيم. هما صحيح، لكن مش أوفر يا أبلة، هم لسه هنا، يعني لسه ما وصلوا للآخر. يعني هما وصلوا، لو وصلين هان، لو الدائرة هذه طايرة فوق الموضوع بخوف، لكن هي إيش؟ لسه تحت سيطرة الرقابة. إيش عملت الرقابة؟ دخلت ورجعتها. وفي انحرافين او ثلاثة نزلوا للحد الأدنى،
يعني نزلوا عن الهدف لسه ما طلعوش. ماشي يعني. في حاجة حضفيها عشان بدي أشرحه أنا مرة واحدة. لا لا تفضلي. أوكي. إذا عندنا هنا خط الخط الأفقي والخط الخط الرأسي والخط الأفقي. أوكي. عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. عندنا الرسمة نفسها فيها خمس خطوط. واحد فقط متصل والباقي متقطع. ماشي. هذا اللي طالع ونازل هذا الفعل، هذا العمل، هذا ايش؟ هذا العمل، هذا اللي صار. فطل بيشبه تخطيط القلب على فكره، بيشبه تخطيط القلب. طيب نشوف ايش تفسير الخطوط. الخط الاول اللي فوق الخط الافقي اول واحد هو عباره عن حدود العمل المطلوب، اقصى حد للعمل اللي مطلوب، الحد الاعلى للعمل، الحد الاعلى للاداء. ماشي. طيب الخط الثاني شرطات صغيرة هو عبارة عن الحد الأعلى للرقابة، أقصى حد ممكن إيش للرقابة، وهذه ممكن تكون من مدير المشروع. الخط المستقيم اللي هو الهدف، هذا مين؟ هذا الخط المستقيم الأسود اللي تحت، هذا هو الهدف. هنا نعكس عاد النقاط، الحد الأدنى للرقابة. ماشي. الشرطات الطويلة، الحد الأدنى للإنجاز، للإنجاز. هذا تفسير الخطوط، هذا تفسير إيش؟ الخطوط. طيب إيش اللي صار فعلا؟ هاي الإنجاز لما وصلنا النقطة هذه. ماشي. إحنا مطابقين للهدف، كويسين. بعدين طبعا زي ما قلنا متذبذب طالع نازل. بعدين انحرفنا شوية للأعلى، انحرافات الأعلى كويسة بتكون مع عدد التكاليف. طيب عودنا رجعنا نفس الهدف، طبعا حسب الظروف، الظروف بتحكمني. عودنا انحرفنا، ماشي، انحرفنا لتحت. عودت رجعت بعد فترة وصلت لنفس الهدف، كويس. عودنا ارتفعنا وهكذا. هذه بنسميها ايش؟ بنسميها تدبدب في الأداء. طبعا زي ما انت شايفة مطابقة الهدف للأداء زي النقطة هان، نقاط التقاطع هذه بتحصل بس نادرا، بتحصل بس ايش؟ نادرا. ليش؟ لانه احنا بنشتغل في بيئه غير عدم التاكد، بنسميها خطوه في البحوث، بيئه عدم التاكد، احنا مش ضامنين المستقبل ولا عارفين ايش هيحصل. فممكن ننحرف للاعلى، ممكن ننحرف للاسفل. اهم شيء ما يكونش انحرافي للاسفل، بدلنا ما وصلناش هنا يا اخوات احنا كويسين، وبدلنا ما طلعناش فوق برضه احنا كويسين. ماشي. اذا نضلنا في المتوسط، بنضلنا في المتوسط. واضحة ولا عيدها تاني؟ خيط الرقابة، عيدها تاني. نعم تفضل ليان، عيد الشرح لو سمحتي. تمام. defects found، حدود الانحراف، راح أعيد النقاط هذه. الانسبكشن نمبر، عدد الفحوصات. أول خط من فوق هو الحد الأقصى للعمل. الخط الثاني اللي تحته حد الرقابة لإنجاز العمل. الخط المستقيم هذا اللي في النص هو الهدف. الخط المتقطع الصغير اللي تحت الهدف هو حد الرقابة للحد الأدنى لإنجاز العمل. الخط المتقطع آخر واحد من تحت هو الحد الأدنى لإنجاز العمل. من النقطة للنقطة هو العمل، الإنجاز الفعلي للعمل. أول واحد كنت في الحد، في حد الرقابة، يعني وضعي تمام. رحت على النشاط الثاني برضو تمام. طلعت لفوق كان في حد أقصى للعمل، لإنجاز العمل، هاي بتقلل التكاليف وهاي النقطة منيحة. رجعت انحرفت، انزلت لتحت، ورجعت بعد بنشاطين وصلت للهدف وهكذا، وانحرفت طلعت لفوق للحد الأقصى ونزلت لتحت للحد الأدنى. ممتاز. واضح يا اخوات؟ نعيد تاني. واضح ولا تنعاد تاني؟ حد حابب يسأل اي سؤال؟ تقدر تشرحوها زي ما شرحنا يا جماعه، بس تعرف هدول اللي في المربع هذا، خلاص بصير سهل. وهذا الاداء اكشوال اللي هو هيو في نقاط سوداء، طلع نزل نزل طلع، خلاص يعني. اوكي. في نقطة حابة أضيفها في الشرح، المسؤول عن وضع الحدود الحد الأقصى والأدنى هم أصحاب المصالح، أما المسؤول عن ضبط هاي الحدود اللي هو مدير المشروع كله أصحاب المصالح ممكن يكون.
المسؤول عن وضع الحدود، طبعا ستعرف ايش معنى الحدود، الاقصى الحدود الاقصى والادنى هم اصحاب المصالح، والمسؤول عن متابعه الانحرافات وتصحيحها هو مدير المشروع، وممكن كمان اصحاب المصالح يكونوا وياه، ممكن يكونوا معنا. أوكي. الأداة الرابعة أبلش ولا في سؤال؟ الأداة الرابعة تخطيط الانسيابي. آية عبدو ممكن تقرأي لو سمحتي؟ نعم. التخطيط الانسيابي هو عبارة عن تمثيل رسومي لإحدى العمليات بحيث يوضح العلاقة بين خطوات المرحلة. توجد العديد من أنماط تلك المخططات، ولكن جميع المخططات الانسيابية الخاصة بالعملية توضح الأنشطة ونقاط القرار وترتيب المعالجة. قد يؤدي وضع المخطط الانسيابي أثناء عملية تخطيط الجودة إلى مساعدة فريق المشروع في المشاركة في مشاركة حل المشاكل الجودة التي قد تحدث. إدراك المشاكل المحتملة قد يؤدي إلى وضع إجراءات أو طرق الفحص. تمام، شكرا لك. تخطيط الانسيابي واللي اسم ثاني التتابعي، يعني هو عبارة عن رسمة تتابعية للأنشطة أو العمليات توضح العلاقة بين المراحل. تمام، هي أهم نقطة فيها أنه أكتشف فيها الانحرافات ويجب أن يتم حلها، وهي في إلها رسمة تخطيط انسيابي أو تتابعي. إذن التخطيط الانسيابي هو عبارة عن تمثيل أو مخطط أو هيكل رسمي، ماشي، بوضح إنجاز العمل وطبيعة العلاقة بين المراحل والأنشطة، عشان زي ما هنشوف في الرسمة. بس لحظة شوية، أوكي، طبيعة المراحل بين طبيعة العلاقة بين المراحل و الأنشطة. في عنا سلايد 14 الشكل. أوكي، شوف الشكل مباد. يا ريت برضو يكون معك يا أمتي قلم تكتبي على الرسمة الشرح تبعها. طبعا هنا إحنا حاطلع واجع لأنه قاعدة سكرت، قاعدة قفلت شوية لو سمحتوا، كونوا فكرتوا فيه كيف ماشي رايح وراجع. طبعا هذا مختلف عن شبكة الأعمال، هذا ملوش في شبكة الأعمال أصلا. قوم، أنا نسيت إيش عايزة، بدي أطلع من القاعة.